إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. اتهمت نجمة برنامج اكتشاف المواهب الشهير ستار أكاديمي المغنية شاهيناز ضياء زوجها بالاعتداء عليها بالضرب اليوم الأحد 24 مارس 2019. دي شاهيناز مطربة مصرية معروفة. ونشرت شاهيناز صورا تكشف من خلالها آثار الضرب على وجهها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيسبوك، وكتبت: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ضربني وبهدلني أنا وأمي ومش عايز يديني ابني، ليا ربنا يجيب لي حقي. ونشرت الصور المؤسفة ديت على حسابها على الفيسبوك، والدم نازل من أنفها. شاهيناز تزوجت في أغسطس عام 2014، وأهدت لزوجها أغنية أنا بعشقه التي حققت نجاحا كبيرا، يعني ما كملتش 5 سنين. يذكر أن شاهيناز ضياء شاركت في الموسم الخامس من برنامج ستار أكاديمي عام 2008. ودي صورتها برضو. هنشوف نجمات تعرضن للأسى الجسدي، نجمات لا تفارق الضحك وجوههن، ولكن في الحقيقة هن معنفات. فبعد علاقة زواج وحب طويلة وسعيدة، تبين أن النجمات تقضين في الحقيقة أتعس الأوقات مع أزواجهن بسبب الضرب. منهم نجوى كرم، بعد تحفظها عن كشف تفاصيل زواجها وطلاقها من رجل الأعمال، تكتنبت نجوى كرم عن أسرارها الزوجية السابقة لأكثر من 12 سنة، ولكنها صرحت منذ فترة في مقابلة خاصة بأنها تعرضت للضرب من خلال صفعة على وجهها حين رفضت التخلي عن الفن من أجله. نجوى تزوجت عام 2000 بالرغم من معارضة أهلها، وتطلق بعد 3 سنوات في ظروف غامضة. وهنا والدموع على خدها. دي نجوى كرم تعرضت للضرب من زوجها. علا غانم تزوجت النجمة المصرية لأول مرة وهي في 17، وأنجبت من زوجها الأول 2، ولكن بعد مرور 5 سنوات على زواجهما شعرت بأنها ليست سعيدة فطلبت الطلاق. وبعد فترة تزوجت علا من رجل آخر ل7 أشهر فقط، تعرضت فيهم للضرب والعنف أمام بناتها، فتركت المنزل الزوجي وطلبت الطلاق. أما اليوم فهي سعيدة مع زوجها الثالث، وتنصح جميع النساء المعنفات بترك المنزل والعمل حتى تستعيد حريتها. دي النجمة المعروفة والممثلة المصرية المشهورة علا غانم. ميساء مغربي، عانت الممثلة ميساء مغربي من زواج مضطرب مع زوجها السابق الذي ضربها وعنفها نفسيا، وبعد الطلاق كشفت بأن العنف النفسي كان وقعه عليها أقوى من العنف الجسدي. ماجدة الرومي كمان، كثير من الغموض يحيط طلاق ماجدة الرومي وزوجها، ولكن ما هو مؤكد بأنها تعرضت للعنف والابتزاز المالي في المحكمة خلال إتمام إجراءات الطلاق بعد 26 سنة زواج. مطربة المحبوبة ماجدة الرومي. لينا دياب ابتعدت النجمة السورية عن الأضواء لفترة طويلة، فأثار خبر اختفائها عن الأهل والجمهور الكثير من البلبلة بسبب انقطاعها عن العالم فجأة وبدون أي سابق تحضير أو إنذار. ولكن تبين لاحقا أن لينا كانت على علاقة عاطفية برجل أعمال سعودي، وقد تعرضت للعنف خلال هذه الفترة، فهربت إلى لبنان للاختباء وتمضية فترة نقاهة. دي لينا دياب. وقد شغلت الممثلة السورية لينا دياب الوسائل الإعلامية خلال الفترة الماضية بعد اختفائها وابتعادها عن تصوير مسلسل فارس وخمس عوانس دون إنهاء مشاهدها، مما أدى إلى فصلها بعد أن تبين أنها هاربة من حبيبها الذي يضربها وتختبئ منه في بيروت حيث تأخذ فترة نقاهة. شقيقة لينا أكدت أنها غادرت إلى لبنان لتعيد بعض حساباتها بعد أن تعرضت للضرب من قبل حبيبها.
دي لينا ديان. ريهانة الأكثر شهرة بين نجمات الغرب من اللواتي تعرضن للتعنيف، فالكل يعرف قصتها مع حبيبها السابق، فقضيتهما أحدثت جدلا كبيرا. ففي 2009 تناقلت المواقع والصحف العالمية خبر تعرض ريهانة للضرب على يد حبيبها السابق ليلة توزيع حفل جوائز الجريمي، حيث أصابها بكدمات على وجهها وجسدها، إلا أن ريهانة عادت لحبيبها ثم انفصل عن بعضهما لاحقا. دي ريهانة وحبيبها تعرضت للعنف منه، وده وجهها طبعا متبهدل من الكدمات، مأساة. وبعد الانفصال عاد كريس لحبيبته القديمة في معاناة ريهانة من الفراق. آخر ما جمع ريهانة بضاربها كان أغنية ديو صدرت قبل مدة، دفع البعض للظن بأنها قد تعود له، عملا بالمثل القط ما بيحب إلا خناقه. شيرين يعود اعتراف شيرين للتسعينيات من القرن الماضي، حينما حلت ضيفة ببرنامج الليلة الذي كانت تقدمه الإعلامية هالة سرحان عبر شاشة الـ ART المصرية. شيرين تزوجت من مخرج وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميريت، وتطلقت منه بعد سنوات طويلة. أكدت أنها تعرضت للضرب على يده كثيرا، وكانت تستعين بدولابها لتتخفى منه بداخله. دي شيرين في حفل زفاف ابنتها ميريت، كانت بتخش جوه الدولاب عشان تستخبى من جوزها، مأساة. مشهورة طبعا في مسرحية المتزوجون، كانت رقيقة جدا. إيمان العاصي فترة زواج قصيرة جمعت الممثلة الشابة إيمان العاصي بزوجها، وصلت إلى 90 يوما لتنتهي بينهما بأزمة كبيرة وخلافات وصلت للمحاكم واتهامات بخطفها. اتهمت إيمان زوجها باختطافها واحتجازها داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد لإجبارها على التنازل عن كافة ممتلكاتها، وبالفعل اصطحبها داخل سيارته برفقة مجموعة من الحراس للشهر العقاري للشيخ زايد وأجبرها على التنازل، كما مارس عليها العديد من ألوان التعذيب داخل الفيلا ومنع عنها الطعام لمدة أسبوع، وهو الأمر الذي نفاه الزوج واعتصم بشهادة موظف الشهر العقاري مؤكدا أنها وقعت له بمحض إرادتها وأنه صاحب أعمال ولا يحتاج لأموالها، وأن الخلاف دب بينهما بسبب التمثيل فقط، لافتا الانتباه إلى أنها كانت حامل في الشهور الأولى منه. فكيف يعرض أم ابنه لسوء فيما نجحت جهود الوسطاء في احتواء الموقف وتقريب وجهات النظر والاتفاق على الطلاق في جلسة ودية؟ ومرت سنوات ثم اتهمته إيمان من جديد باختطاف ابنتهما ريتاج، مؤكدة أنها لا تعلم سبب إقدام طليقها على هذه الخطوة، وخصوصا أنها لم تكن تمنعه أن يرى ابنته في أي وقت. وأكدت الممثلة الشابة أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام لكنها لم تستطع حتى الآن الاطمئنان على ابنتها، وبعد أيام تنازلت إيمان وعادت لها ابنتها. ده زوج إيمان العاصي طلقه بعد فترة قصيرة بعد مأساة، ودي ريتاج بنتها جميلة تشبهها. تينا تيرنر تعرضت للضرب المبرح من زوجها السابق، أوصلها عدة مرات إلى المستشفى. دي تينا تيرنر معروفة طبعا، مغنية معروفة. روبن جيفنز تعرضت للضرب العنيف من زوجها السابق الملاكم، مما سبب لها نزيف في إحدى عينيها وأثر على قرنيتها، بيتدرب فيها، يا ربنا يكون معاها. مادونا تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها السابق حتى أنها أبلغت عنه السلطات ورفعت قضية ضده. كمان مادونا مع زوجها السابق تعرضت للضرب. هالي بيري تعرضت للضرب على يد صديقها السابق مما أفقدها 80% من السمع في أذنها اليسرى، كان هيطرشها.
ماريا كاري تعرضت للضرب المبرح من قبل أول أزواجها تومي موتولا والذي كان مدير أعمالها أيضا، مما جعل الطلاق صعبا. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم.